جميعا يا حبايب قلبي، والف تحيه لكل اخواتي اللي انضموا لقناتي، منورين يا اماراتي. عايزه اقول لكل اخواتي اللي انضموا للقناه ان انا عامله قوائم تشغيل او ملفات فيها محتوى القناه، ملف خاص لتعليم المنظفات لو عاوزاه اكتبيلي في التعليقات، وملف الافكار وحيل المنزليه، ملف للشعر، ملف للبشره، ملف للتخسيس، ملف للقضاء على الحشرات، وملف لتنظيفات العيد، وملف المنتجات الصيدليه الرخيصه. عايزه اي حاجه من اللي انا قلتها يا قمر اكتبيلي في التعليقات ابعتها لك. تمام كده، تمام كده. ندخل بقى في موضوع الحلقه النهارده، وهو لو عندك قطعه من الشابه او عندك شابه بودر زي اللي موجوده قدامك في الطبق دي، هتحلي 16 مشكله بتواجهك يوميا. حاجه كده طلعت ان الشابه دي كنز بيتنا، يعني حاجه معجزه الصراحه. سبق واتكلمنا عن الموضوع ده، اتكلمنا عن قشر البيض وفوائد مذهله، اتكلمنا عن الخل وفوائد مذهله، اتكلمنا عن الملح وفوائد مذهله، قشر اليوسف وفوائد مذهله. عاوز حاجه من دي برضو اكتبي لي في التعليقات ابعتها لك، والفازلين وفوائد مذهله. النهارده بقى هنكمل ونتكلم عن الشابه. طبعا كلنا عارفين الشابه بيكون شكلها، يا اما بيكون شكلها حجر كده شبه حجر التلج، بتجيبيها بالمنظر ده، او بتجيبيها مطحونه جاهزه من عند العطار. طبعا الاحسن انك انت تجيبيها مطحونه، عشان لو انت خدت الحجر ده وطحنتيه في الكبه بتاعتك، احتمال مثلا 190% ان هي تتكسر منك. فالاحسن انك انت تجيبيه بودر كده، هيبقى لطيف جدا معاكي. في بيبقى كده وفي بيبقى متعطر فيها ايه زي عطر كده، كده او كده، الاثنين حلوين. طيب ايه اللي انا هعمله يا رشا بالشابه دي؟ بتستخدم يا حبيبة قلبي بعد الحلاقة. طب ده للرجالة؟ لا، طب ما احنا ساعات حضرتك بنستخدم برضو الشفرة. كنا اتكلمنا قبل كده انك انت لو عايزة تشيلي شعر الجسم عن طريق الشفرة، وقلت لي ساعتها ايه افضل شفرة انت ممكن تستخدميها، وحاجة كده عالمية وتحفة. لو انت عايزة الفيديو ده برضو اكتبيلي تحت في التعليقات ابعتهولك. فسواء انت بتشيلي الشعر لنفسك عن طريق الشفرة، او جوزك بيشيل الشعر لنفسه عن طريق الشفرة اللي هو الدقن مثلا، فحضرتك لازم تحطي بعد الحلاقة شابة. طب ليه يا رشا الشابة دي بتعمل ايه؟ عشان مثلا لو في جروح مثلا وانت بتعملي عورتي نفسك او حاجة، او من غير ما تعوري نفسك، فهي هتشفي الجروح دي وفي نفس الوقت هتكافح الجراثيم. فمن الحاجات اللطيفه جدا جدا اللي هي زي بتقفل المسام كده، فمن الحاجات اللطيفه جدا جدا لو انت عملتي حلاقه لازم طبعا انك انت تستخدمي الشابه. طيب حلو قوي. طب ايه تاني؟ اتكلمنا قبل كده وقلنا ان هي مزيل عرق تحفه، لسه قريب كنت عامله لكم حلقه عنها. قلنا ان اللهم احفظنا كل الحاجات، اغلب 90% من الحاجات اللي موجوده في السوق مزيلات عرق، بيبقى فيها مانع للعرق تماما. فيقول لك ايه ده بيمنع العرق، وقلنا ان اي حاجه بتمنع العرق تماما دي ممكن لا قدر الله تسبب معانا سرطان ثدي. امال ايه؟ لا، حضرتك استخدمي الحاجات اللي هي تعرقي اوكي، بس ما يكونش فيها ريحه. فبما ان الشابه بتشيل الجراثيم والحاجات دي كلها والفطريات والجو ده، فهي بتشيل ريحه العرق، فبتلاقي عرق اوكي بس ما فيش ريحه، فطبعا ده ممتاز جدا جدا جدا، فحلوه جدا لازاله ريحه العرق. تمام. طيب هستخدمها ازاي يا رشا في العرق؟ قلت لكم قبل كده بتجيبي مثلا كذا معلقه من الشابه، معلقه او معلقتين، وبتحطي عليهم معلقه من بودره التلك. كلنا عارفينها بودره التلك اللي احنا بنستخدمها للاطفال دي، بتاخدي منها معلقه وده معلقه وتخلطيهم على بعض وتستخدمي تحت الابط وترشي وكده. طيب حلو جدا للناس اللي عندها حب شباب. كتير مننا بتلاقي عنده وشه فيه حب شباب ووشه على طول ملتهب، و كان يقول لنا زمان جدا يقول لك هات الحجر بتاع الشابه ده وبالليه ميه وامشي بيه على وشك، هيشيل حب الشباب وهينشفه بسرعه. برده نفس الكلام، لقيت الحجر هبليه في ميه وتمشي بيه على الوش. طب ما لقيتش الحجر، هتجيبي ده وتحطي عليه شويه ميه وتحطيه على قطنه كده او بايدك وترفعيه برده على وشك كغسول كده، حلو جدا لحب الشباب. تمام تمام. حلو جدا للناس اللي عندها شيخوخه، او الناس مثلا اللي هي تخنت ووشها حصل فيه سوري خست، فوشها حصل فيه زي ترهلات كده، او احنا كبرنا في السن فتلاقي وشك حصل فيه ترهلات وتجاعيد وحاجات، فعاوزه تشد التجاعيد دي. بس هتجيبي، طب هشد التجاعيد ازاي؟ ان انت هتجيبي معلقه من الشابه وتحطي لي عليها معلقه من ميه الورد وتحطي لي عليها بياض بيضه، هيشد وشك شده مسطره. يعني بقول لك حاجه كده بجد رهيب 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 في شد الوش. يبقى شويه من الشابه مع بياض بيضه مع شويه ميه ورد، وترفعي على وشك وتفرجي على الجمال. تمام. يبقى يستخدم للتجاعيد. حلو برضو للناس اللي هي عندها القدم الرياضي وفطريات القدم والكلام ده، حلو جدا جدا ليهم. حلو جدا للناس اللي هي بتبقى ريحه رجلهم فظيعه وممكن تقلب الدنيا. برضو نفس الكلام، هتجيبي مثلا طبق يكون فيه ميه سخنه وتحطي مثلا فيه معلقتين ثلاثه شابه، وتنقعي مثلا رجل جوزك او رجل ابنك او رجل اي حد او رجلك انت شخصيا، اي ريحه بتبقى ريحتها وحشه مثلا من الشوز من الكوتشي، بتحطيها في ميه بشابه. طب يا رشا لا مش فيش ميه بشابه، ممكن تحطيها برضو في بودره تلك مع الشابه وترشي كده كبودر ناشف، او تحطي
تحطي في الشوز ذات نفسه هيبقى حلو جدا. اتكلمنا عن الموضوع ده قبل كده، حلو قوي. طيب ايه فوائد الشابة تاني؟ فوائد الشابة للناس اللي هي عندها رؤوس سودة. مش احنا يا غالية قلنا ان الرؤوس السودة دي بتيجي لما بيكون في مسام في بشرتك مفتوحة، فالمسام المفتوحة دي او المسام الواسعة بتجمع زي الاتربة والاوساخ والحاجات دي كلها بتاعت الجو، فتعمل معاكي بعد كده رؤوس سودة. فهو بقى احنا قلنا ان الشابة من الحاجات اللي بتقفل المسام وبتنظف البشرة، فبالتالي بتمنع معاكي الرؤوس السوداء. برضو بتحطيها في مية ورد وبترفعيها كده على بشرتك كغسول، بتقفل معاكي المسام، فبالتالي مش هيحصل معاكي رؤوس سوداء. تمام كده؟ تمام كده. حلوة جدا للناس اللي عندها حاجة اسمها القروح البارده. اللي بتستخدمها ازاي لو الناس عندها قروح بارده؟ دي انك انت بتجيبيها بتحطيها في شويه ميه وترفعيها نص دقيقه فقط، نص دقيقة فقط، بتحطيها بس كده على القرح ديت، وبعد كده تشطفي وشك، برضو هتعالج في هتساعدك كتير جدا في علاج القرح ديت. طيب ايه تاني اللي انا ممكن استخدمه فيها الشابة؟ برضو يا حبيبة قلبي بتستخدم معانا، عايز اقولك ان الشابة دي اصلا يعني في انواع من معجون الاسنان بيحطوا فيه نسبة من الشابة، عشان خاطر يقولك ان الشابة من الحاجات الحلوة جدا اللي بتعالج التهاب اللثة، من الحاجات الحلوة جدا اللي بتبيض السنان. فطبعا مش نسبة كبيرة، انت لو حطيتيها في بقك اصلا مش هتعرفي تبلعي ريقك، لكن هو بيتحط نسب بسيطة كده ضئيلة، زي بيتحط كده كربوناته، عارفين بيتحط كربوناته في معجون السنان، بيتحط برضو نسبة ضئيلة كده من الشابة عشان معروفة ان هي بتعالج معانا اللثة. تمام كده حبايب قلبي، تمام جدا جدا. طيب ايه تاني ايه اللي بتعالجه معانا الشابة؟ انا لسه بقولك ان هي بتشيل ترهلات او بتشيل تجاعيد الوش. نفس الكلام الناس اللي بيبقى عندها ترهلات في صدرها، الناس اللي كانت مثلا بترضع وبطلت رضاعة فبيحصل ترهلات، الناس اللي كانت تخينة وخست فبيحصل ترهلات للصدر. عشان تشدي ترهلات الصدر دي برضو نفس الكلام عن طريق الشابة. ازاي يا شابة؟ ازاي يا شابة؟ انك بتجيبي برضو مية وبتحطي فيها معلقتين كبار من الشابة وتمسحي بيها حوالين الصدر. برضو الحركة دي حلوة جدا، هترفع معاكي الصدر وهتشد الترهلات بتاعة الصدر. كنت يا غالية من فترة كده عم بكلمتك او عملتلك صابونة اسمها صابونة تضييق المهبل. كانت الصابونة دي لطيفة جدا، بتضيق المهبل وكده، وكانت من ضمن المكونات بتاعتها الشابة. فبيقولك انك انت ممكن تستخدميها في شكل صابونة، يعني بتستخدم برضو الشابة في تضييق المهبل، فممكن تستخدميها في شكل صابونة او ممكن تستخدميها في شكل انك انت زي تعملي بها غسول كده وتتشطفي بيها تحت. بس عايزة اقولك اني برضو حاجه كويسه جدا خدت بالي منها دلوقتي، انك انت مش تستخدمي الوصفه عمال على بطال، اللي هو الناس اللي هي صاحبه مبدا يا رشا ده الوصفه دي تحفه هكمل بيها حياتي. قلنا قبل كده ما ينفعش ده في الوصفات، يعني ما ينفعش مثلا ان انا اجي استخدمه على وشي الاقيه شد لي التجاعيد، يا ربي على الجمال شكرا يا رشا، ده انا هفضل كل يوم احط شابه. لا يا نور عيني، عشان انت لو قعدت كل يوم تحطي شابه 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 هتلاقي بشرتك حصل لها جفاف ونشفت جدا جدا جدا، فانا مش عاوزه الحركه دي. فحضرتك مجرد ما انت خلاص قضيتي الغرض بتاعك، عندي حب شباب والحب الشباب راح، خلاص هتوقفي الوصفه مش هتكملي بيها. نفس الكلام لو بتستخدمي لي المهبل يبقى ما تزوديش مثلا عن 5 ايام عن اسبوع، عشان خاطر ما تجيش بعد كده تقلب معاكي بجفاف مهبل ومشاكل تانية. حلو جدا للناس اللي هي بيبقى عندها مثلا لدغه ناموسه لدغه نمله، فيجي برضو بتتعامل نفس معامله الكربونات، اللي هو برضو يقول لك حطي حبه كربونات في ميه وارفعيها على مكان اللدغه. برضو نفس الكلام في الشبه، حطي شويه ميه عليها وحطيها على مكان اللدغه كده لمده دقيقه ولا حاجه، وبعد كده اشطفي ايدك او المكان اللي انت اتقرصتي فيه. من الاخر يا جماعه الشبه دي من الحاجات التحفه جدا. عايزه اقول لك اصلا يكفي كانت اختنا وحبيبه قلبي معانا على القناه، يعني انت على دماغنا بحبك جدا والله ربنا يعلم. استاذه سهير ربنا يخليكي لينا، كانت حتى انكبت عليه وهحطهولك، بتقول لك انا لما كنت انا قلت لكم في الفيديو بتاعنا ان انت لما بتستخدميها فتره مثلا تحت الابط بتمنع حرفيا ظهور الشعر. قالت لي حتى في التعليق ان انا استخدمتها فعلا ومنعت ظهور الشعر وفتحت منطقه تحت الابط جدا والكلام دوت. فدي فعلا حقيقه، الناس اللي هي مش احنا عملنا وصفات كتير على القناه ان هي من الحاجات اللي بتمنع، ان في حاجات كده بتستخدميها بتمنع ظهور الشعر. عايز اقول لك ان الشابه دي تعتبر يعني الكينج كده، او الحاجات اهم الحاجات الحلوه جدا اللي بتمنع ظهور الشعر مع الوقت. وانت حاولي تجربيها زي ما مدام سهير قالت لك، لما جيت استخدمها مره في مره في مره تحت الابط، تحت الابط بقى زي الفل وما بقاش في شعر تماما. دي حقيقه، يعني انا كان عندي جدتي كده، كان عندي جدتي دايما بتستخدم الشابه، بقت تقول ما كانش فعلا حرفيا يطلع في شعرها في جسمها كله شعرايه، انت متخيله؟ فهو من الحاجات لو انت يعني وظبطت عليها فعلا، سواء مثلا انا ما عملت مثلا سويت في رجلي وشلت الشعر، او في ايدي وجيت بعد كده جبت شويه ميه وحطيت عليهم شويه شبه ومشيت كده على رجلي يوم 2 3 4 لحد ما يطلع الشعر الجديد، تعرفين انتوا الحركه دي، لحد ما يطلع الشعر الجديد ارجع احط تاني، طبعا الحركه دي تحفه جدا جدا جدا.
الناس الجديده فاهمه عليا، يعني مثلا النهارده انا هعمل مثلا سويت او هعمل شمع لازم الشعر يتشال من جدره، تمام. انا شلت الشعر بتاعي من جدره 100 100، اروح واخده بقى تاني يوم اروح واخده حبه شابه على شويه ميه اعملهم كده زي بخاخ وارش بيها على رجلي، افضل ارش يوم اتنين تلاته اربعه خمسه لحد ما يبدا الشعر الجديد هينبت اوقف. نفس الحركه اعملها بقى بعد ازاله الشعر، اول ما اشيل الشعر هعمل برضو نفس الحركه دي، تحفه حرفيا. مش هتلاقي فعلا، وانا احاسب على الكلام ده، مش هتلاقي فعلا شعر تاني هيطلع لك لو انت استمريتي على الوصفه دي. مش بقى تيجي مثلا شهر شهرين ايه ده رشا قالت وما لقينا في شعر، لا حضرتك بتستمر عليها كذا شهر، هي تعتبر بديل للليزر، ففعلا تحفه جدا، جربيها. من الاخر الشابه دي اموره. اتمنى ان انتوا